الفانوس، علمنا أفضل دروس، دروس بالصوم والصلاة في شهر الخير والطاعة. السلام عليكم، أنا أحب رمضان وأحب أن أتعلم أكثر عنه من الأصدقاء. إذا يحيى؟ الحمد لله على السلامة يحيى. ليش كنت غايب امبارح؟ كنت مريض كتير كتير وحرارتي واصلة الأربعين. الحمد لله على السلامة، شو كان بك؟ يمكن قريب، بس لو بتعرفوا شو صار. شو صار؟ فجأة إجا جدي وحط إيده على راسي وقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، وبنفس اللحظة ما عدت حسيت بشي. شو هالصدفة؟ طلب منا أستاذ التربية الإسلامية إنه نجيب له أبحاث عن فضل هيدي السورة الكريمة. إيه، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. شو يعني؟ أي أن من قرأها 3 مرات فكأنه ختم القرآن الكريم. وسورة الإخلاص بسموها كمان سورة التوحيد لأنه بتتحدث عن توحيد الله عز وجل وعن صفاته. أكيد، لأنه نحن بنعبد الله الواحد الأحد الذي لا شريك له، فهو تعالى منزه عن الوالد والولد. شو يعني الصمد بهالآية؟ يعني رب العالمين غني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، أي أن المخلوقات يحتاجون إلى الله تعالى. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين موحدين له وأنعم علينا بسورة الإخلاص. شو رأيكم هلأ نجيب ورقة وقلم ونكتب كل المعلومات ونفرجيها للأستاذ؟ شو رأيكم نقراها؟ أنا بقراها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم. فقرات فانوس مفيدة ومنوعة، نتمنى أن تلقى إعجابكم. الماء. جسم الإنسان مؤلف من 75% ماء. عندما نصوم كل يوم جسمنا يخسر كميات كبيرة من الماء الذي يشكل جزءاً أساسياً جداً لصحتنا ولحياتنا. لذا يجب أن نشرب كمية كبيرة من الماء خلال الفترة المسائية. يمكننا أخذ الماء من العصير والشوربة والخضار والفواكه والحليب. أنا مثلاً أشرب الكثير من اللبن لأنه يروي عطشي ويبورد معدتي. هل لديكم موهبة مميزة؟ طبعاً لديكم، هيا لنشاهدها سوياً. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. اسمي لبنى سعيد أحمد قيسية، هوايتي التجويد، بس في أشياء إنه غير، بس حبيت التجويد. أنا من الأردن، حبيت أقرأ القرآن بتجويد عشان الرسول عليه السلام كان يحب يجود، وكان الصحابة عليهم السلام كانوا يحبوا يسمعوا هو بجود. وأصلا التجويد لما الواحد يقرأه بيشرح الصدر وبريح النفس. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
وأعتدنا لهم عذاب السعير. بابا بيعودنا بكل رمضان إنه نقرأ معه بصوت عالي وكلنا نقرأ مع بعض. أي فاصل قصير ونتابع. أركان الصلاة، وهي الأمور التي لا تصح الصلاة بترك شيء منها. النية، بأن ينوي المصلي بقلبه قصد الصلاة متذكرا نوعها، الظهر مثلا وفرضيتها. القيام مع القدرة، فلا تصح وهو قاعد إلا لعذر. تكبيرة الإحرام، بأن يقول عند بدء الصلاة الله أكبر. قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. الركوع، الاعتدال بعد الركوع. السجود مرتين في كل ركعة، ولا بد أن يسجد على 7. الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. الجلوس بين السجدتين. الجلوس الأخير الذي يعقبه السلام. التشهد في الجلوس الأخير. الصلاة على النبي بعد التشهد الأخير. التسليمة الأولى، بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله. ترتيب هذه الأركان كما سبق، فلا يقوم السجود على الركوع مثلا. شروط صحة الصلاة: طهارة البدن والثوب والمكان الذي تصلي عليه، الوضوء قبل الصلاة، ستر ما بين السر والركبة عند الرجال وجميع البدن ما عدا الوجه والكفين عند المرأة، العلم بدخول وقت الصلاة، معرفة كيفية الصلاة، استقبال القبلة. كل أناشيد فانوسي جميلة، ولكن أنشودة اليوم هي الأحب إلى قلبي. شهري فهمني اتصالح دلا مع روحي يا عالم ياهو.
مهلا، توقف أيها الوقت، ما زال لدينا العديد من الفقرات. إلى اللقاء. هيا هيا يا فانوس، علمنا أفضل دروس، دروس بالصوم والصلاة في شهر الخير.